بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليهود وخطرهم على البشرية. يقول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. آخر الآية نتمه في حلقة قادمة، ولكننا نبين الآن وضع اليهود باعتبار أنهم أكبر وأول وأعظم المفسدين في الأرض، وإن كان أذنابهم أكثر فسادا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود أي بني إسرائيل، والذين أشركوا أي أشركوا مع الله طاعة غيره من المشركين الذين يعتقدون أنه لا دين لهم ولا يؤمنون بالآخرة، فهم يطيعون غير الله من الأهواء أو الشهوات أو البشر من شياطين الإنس والجن. اليهود أيها الإخوة المؤمنون كفروا بنبيين، كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أن محمدا نبي الهدى، يعلمونه بشكل واضح جلي، ولكنهم يبغونها عوجا ويضللون. والأدلة على أنهم يعلمون أن محمدا نبي البشرية وهو الحق أرسله الله للبشرية، أنه قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون، أي كان اليهود يستفتحون على قريش ويقولون لهم: لقد أظلنا ظهور نبي آخر الزمان، فسنؤمن به ونقاتلكم ونسبي نساءكم ونأخذ أموالكم. إذن من هنا، من كلام اليهود المتكرر للمشركين وتهديدهم، نلاحظ أن اليهود نزعتهم نزعة تسلط على أموال الناس وأعراضهم. هذه واحدة. الواحدة الأخرى: صفية بنت حيي بن أخطب زعيم قبيلة بني النضير، تقول رضي الله عنها: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، وكان إذا رأياني ابتدراني من دون أولادهما، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب أبي وعمي لملاقاته في قباء، عندما نزل في قباء عليه الصلاة والسلام، فخرجا أي أبوها وعمها من الصباح الباكر من الفجر في رواية، ولم يرجعا إلى الليل، فرجعا كسلانين مالين، فابتدرتهما كعادتي. بنت صغيرة بتشوف اللي بدللها تركض عليه. قالت: فابتدرتهما كعادتي، فوالله ما التفتا إلي من كثرة ما بهما من الغم، فقال عمي لأبي: أهو هو، يعني هذا النبي الذي هو آخر نبي آخر الزمان؟ قال: نعم والله هو. قال: أتعرفه وتثبته؟ يعني تعرف صفاته وتثبته من التوراة؟ قال: نعم أعرفه وأثبته. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما حييت. وفعلا بقي معاديا للرسول صلى الله عليه وسلم، وحاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بمؤامرة دفع بعض اليهود إليها، ثم قتل مع من قتل من اليهود الذين ناصبوا العداء وخرقوا الهدنة التي كانت بينهم وبين المسلمين. فنلاحظ أن هذه الطفلة من صغرها تلاحظ أن أباها وعمها وهم زعماء قبيلة بني النضير يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق. ولذلك أيها الإخوة،
نحن عندما نقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم المقصود اليهود، لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه. ويماثل اليهود في هذه الصفة التي ندعو في سورة الفاتحة ألا يجعلنا الله منهم، يماثلهم المنافقون. المنافقون يعرفون أن هذا الدين دين الحق، ومع ذلك ينحرفون إلى الباطل ولا يؤيدون الحق، وذلك من أجل مصالحهم، مثل عبد الله بن اليهودي، عبد الله بن عبد الله اليهودي، عبد الله اليهودي الذي كان عبد الله، نسيت اسمه، الذي كان ينسج له الخرز ليتوج ملكا على أهل المدينة. فعندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والتف حوله المسلمون وكثر المسلمون، خاب ظنه وما عاد يمكن أن يكون ملكا على المدينة، فملأ قلبه عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضه. ثم لما انتشر الإسلام أسلم ظاهرا وأبطن الكفر باطنا، وكان قلبه مع يهود. عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، فكان قلبه مع اليهود. وهكذا أذناب اليهود في العصر الحاضر، قلوبهم وعقولهم مع أفكار اليهود ومع توجيهات اليهود، وظاهرهم يتظاهرون أنهم مع المسلمين وأنهم من المسلمين، ولكنهم يقتلون المسلمين والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة، اليهود شتتهم الله في الأرض عندما دمرهم القائد الروماني وأزالهم من فلسطين في عام 150. لم يبقى يهودي في فلسطين، في القدس ولا في مكة المكرمة أبدا، لم يعد لهم وجود هناك إلا قلة قليلة لا يمكن أن تؤثر ولا يمكن أن يكون لها شيء من التأثير. وعندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه واستلم مفاتيح بيت المقدس، اشترط عليه المسيحيون والرومان ألا يدخل أرض بيت المقدس يهودي، في الشرط في الصلح الذي استلموا ووقعوا الكتاب وتفاوضوا مع عمر رضي الله عنه، فشرطوا عليه ألا يدخل يهودي، فلم يكن هناك يهودي. هنا المعجزة أيها الإخوة، المعجزة التي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أن الساعة لا تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الصخرة أو الشجرة، فتقول الصخرة أو الشجرة يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا ورائي يهودي فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، واليهود يعلمون ذلك ويكثرون من زراعة شجر الغرقد في فلسطين ليختبئوا عندما يقتلهم المسلمون. المعجزة أين؟ لم يكن في أرض فلسطين يهود أبدا، وكانوا مشتتين في الأرض. فمن أين عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كيف عرف أنه سيكون هناك في آخر الزمان حكومات متصهينة ليس يهود، أقول متصهينة، الصهيونية يا إخواني خطة يهودية. فهؤلاء الحكومات، بعض حكومات أوروبا وأمريكا متصهينة، يعني ليسوا هم بيهود وليسوا هم بنصارى، هم يدعون أنهم نصارى ولكنهم ليسوا يهود وليسوا نصارى، لأنهم ساروا في مخططات اليهود. ولا تعتبرهم اليهود يهود، لأن اليهودية في نظر اليهود من تكون أمه يهودية، وهؤلاء ليست أمهاتهم يهوديات، إذن لا يعترف بهم أنهم يهود. وليسوا نصارى لأنهم خرجوا من دين النصارى عندما تركوا سماحة المسيح عليه الصلاة والسلام ودعوته للسلام، فكانوا في حماية إسرائيل يقتلون الناس من أجل إسرائيل. ثم أما درى هؤلاء أو شعوبهم التي يتحكمون فيها هذه الشعوب المسكينة، أما دروا أن كتب اليهود تنص على أنهم هم شعب الله المختار وأن بقية العالم حمير خلقوا لخدمتهم؟ أما دروا بذلك عندما كان اليهود محتقرون في العالم المسيحي؟ خرج اليهود على النصارى باسم اللادينية أو العلمانية، يعني
الدين فرق بين الناس، بل الدين ترك الحكام أو أكثر الحكام في أوروبا وفي غرب في الغرب تركوا دينهم لأنهم يريدوا أن يكونوا علمانيين، ولم يدركوا حتى الآن هؤلاء السخفاء المجانين الذين خرجوا عن دينهم ولم يدخلوا في دين اليهود، لم يدركوا حتى الآن أن اليهود أنفسهم الذين نشروا هذه الفكرة اللادينية هم متمسكون بالدين أكثر من كل العالم على وجه الأرض، حتى أنهم أسسوا دولة يهودية في إسرائيل ووافقتهم عليها الحكومات المتصهرة. فلينتبه شعوب العالم أجمع، لينتبه شعوب العالم أجمع وشعوب الغرب على وجه الخصوص إلى هذا الخطر اليهودي الذي تسيرهم فيه إسرائيل من وراء حكامهم المتصهرون. ولينتبه أيضا الشعوب في عندنا هنا في الشرق الأوسط، الشعب الشيعي الذي أصبحت حكومته تخطط لتعاليم اليهود بشكل مباشر أو غير مباشر، والواقع يدل على ذلك، فهم يرسمون خطة لوجود مد شيعي من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وخاب فألهم بهذه الثورات التي جاءت. والله جاءت عن غير قصد وليس بتدبير أحد، ولكن الذين كانوا يستعينون بهم على إقامة هذا المخطط أخطأوا في استعمال السلاح فقتلوا الأولاد وقتلوا الأطفال وثارت أهليهم، بدل أن يهدئوا الأمور أثاروها أكثر وظنوا أنهم يستطيعون أن يتحكموا بالمسلمين بالسلاح، ففسد خطهم وخططهم وأبقى وأذهب الله مكرهم. ولذلك أيها الإخوة ينتبه المسلمون جميعا، الشيعة إن كانوا مسلمين والسنة إن كانوا مسلمين، إلى هذا الخطر اليهودي الذي يخططون فيه ليجعلوا حاجزا يقسم العالم الإسلامي إلى قسمين، سوريا وما فوق شيعة وتحت بلاد الخليج، ويضعون كما نصوا في بروتوكولاتهم حكومات ودولا صغيرة حولهم لتحميهم، ويزعمون أن الناس ينبغي أن يتركوا دينهم. فلينتبه الناس إلى دينهم، نحن لا نريد من النصارى أن يتركوا دينهم بل يعودوا إلى دينهم، ونريد من اليهود أن يعودوا إلى دينهم الحقيقي، دين التوراة الذي لا عدوان فيه على أحد، والذي فيه النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا الحق من هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين.